طمن منه على اخر استعدادات النادي الاهلي للقاء القمه قبل المواجهه المرتقبه اليوم. اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا، ويمكن نتمنى ان شاء الله النهارده التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه غايه في الاهميه، هي مباراه في بطوله الدوري العام لكن حساباتها كثيره جدا الحقيقه لدى جمهور النادي الاهلي، مجلس اداره، اعضاء للنادي الاهلي، وايضا كمان للاعبي النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله النهارده بنتمنى يكون التوفيق معانا. تحضيرات كالعاده على اعلى مستوى كابتن ايمن، التركيز الكبير، سمه معسكرات فريق النادي الاهلي والمباراه الحقيقه القويه بقيمه مباراه نادي الزمالك، بتحتاج تركيز اقوى ومجهود فني اكبر كمان من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني. يعني نقدر نقول خلال التدريبات اللي فاتت أو خلال الأيام الماضية وتحديدا 48 ساعة الماضية كان تدريب مغلق لتدريب النادي الأهلي بشكل عام. يمكن النادي الأهلي تدرب تدريب يوم الأربعاء على استاد مختار التتش، ويوم الخميس الحقيقة وهو أمس كان آخر تدريب لفريق النادي الأهلي على الملعب الفرعي لاستاد الأهلي والسلام لطبعا لسرية التدريب. ويمكن كمان الراجل الحقيقة خلال الأيام الماضية مشاهدات كانت مستمرة، هايلايتس لكل طبعا مباراة النادي الأهلي الأخيرة، نقاط القوة والضعف والثغرات وكل الأمور الخاصة بالتشكيل والتكتيك. الحقيقه الحمد لله يمكن بيتسو موسيماني في المباريات الكبيره بكل شكل تاني بغض النظر طبعا عن اختيار التشكيل، لكن بيعرف ازاي يدير بشكل كبير جدا من خارج الخطوط المباريات الكبيره. ويمكن تابعنا مباراه الزمالك عدد كبير سواء ما كان متواجد مع صن داونز او ايضا كمان مع النادي الاهلي، فيمكن الحمد لله اداؤه مميز جدا وقيادته الفنيه اكثر من رائعه. ويمكن كمان اللي بيميز هذا الامر هو لاعبي النادي الاهلي وتركيزهم الكبير في المباريات الكبيره وفي بطوله الدوري العام بشكل كبير جدا. النهارده يمكن كالعاده تغطيتنا مستمره معاك يا كابتن ايمن من فندق الاقامه ومن استاد القاهره اللي هيستقبل ان شاء الله هذه المباراه، مباراه الزمالك والاهلي في الاسبوع الثالث من بطوله الدوري العام في تمام الساعه 8 مساء. الامور الحمد لله طيبه جدا، تركيز كبير جدا لفريق النادي الاهلي في معسكره المغلق في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره، يعني اليوم الاعتيادي والخاص بفريق النادي الاهلي من حيث الوجبات، يعني فطار كان صباحا 10 صباحا، وجبه غداء كانت 3 عصرا، ومحاضره أخيرة الحقيقة اختتم بها بيتسو موسيماني كل التعليمات الخاصة بها هذه المباراة، التكتيك، الواجبات الهجومية، الواجبات الدفاعية، ويمكن كمان مع الفنيات يا كابتن أيمن التحفيز الكبير الحقيقة اللي بيقوم بيه دور الجهاز الفني، كابتن سامي قمصان، كابتن سعد عبد الحفيظ، كل اللاعبين الكبار الحقيقة دورهم كبير جدا خلال الأيام الماضية وتركيز أكثر من رائع وأكثر الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله، وتحديدا ال 90 دقيقة القادمة بنتمنى إن شاء الله يكون التركيز معانا في 90 دقيقة، توفيق ربنا لو كان معانا إن شاء الله يا كابتن أيمن بإذن الله في هذه المباراة إن شاء الله نقدر نتخطاها بشكل كبير جدا أداء ونتيجة. غياباتنا كالعاده طبعا كبيره في صفوف فريق النادي الاهلي، لكن الاهلي بمن حضر في كل المباريات وليس في هذه المباراه فقط لا غير. يعني اقدر اقول النهارده غياباتنا مستمره لمحمود وحيد ومتولي وصلاح محسن ووليد سليمان، رامي ربيعه وكهربا وحمزه علاء، لكن تم اختيار الحقيقه 22 لاعب في قائمه فريق النادي الاهلي كلهم الحمد لله بدنيا طبيا فنيا على اعلى مستوى ان شاء الله. بنترك طبعا الاختيار ان شاء الله باذن الله لبيتسو موسيماني، الطريقه 4-2-3-1 4-3-3 كل الامور دي يعني متروكه اكيد لبيتسو موسيماني، ويمكن كمان على حسب خط سير المباراه، راجل اكيد موزع المباراه بشكل كبير، الربع يمكن الاول، الربع الثاني، الشوط الثاني، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي مركز فيها بشكل كبير جدا، ويتبقى الدور الاكبر والكبير جدا للمنتظرين ومن جمهور النادي الاهلي. الحقيقه كنا الفتره اللي فاتت بنامل يكون جمهورنا متواجد بعدد كبير وبكثافه كبيره، لكن النهارده ان شاء الله زي طبعا ما احنا عارفين 1000 مشجع ليه النادي الاهلي و1000 ليه نادي الزمالك، لكن احنا عندنا ان جمهور النادي الاهلي مهما كان قله العدد دورهم بيكون كبير، تحفيزهم بيكون اكبر، واللعيبه الحمد لله يمكن وصل لها هذا الامر، وشفنا الحقيقه في مباراه البنك الاهلي مع اول حضور لجمهور النادي الاهلي في بطوله الدوري العام تحديدا مع مباريات النادي الاهلي الامر كان مختلف بشكل كبير، تحفيز كبير، تشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه، وهو ده المطلوب من جمهور النادي الاهلي، الدعم والمسانده الكبيره جدا في هذه المباراه، وان شاء الله باذن الله مع كل التحضيرات الكبيره جدا من الجهاز الفني ومن لاعبي النادي الاهلي ربنا يكلل كل المجهود الكبير ده بالنجاح ان شاء الله، ونقدر نتخطى هذه المباراه ويحصد النادي الاهلي 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا جدا في مشوار بطوله الدوري العام. مستمرين معاك اكيد يا كابتن ايمن، والحقيقه كمان يعني بنتمنى التوفيق لطاقم التحكيم، ثقتنا اكيد كبيره جدا في التحكيم المصري بعد اختيارهم خلاص لهذه المباراه، على راسهم طبعا الكابتن محمد عادل حكم ساحه واحمد حسام، يوسف البساطي، امين عمر، ويمكن كمان الحاجه الجديده شويه اللي احنا شايفينها النهارده هو في حكم سابع في المباراه، احنا عارفين طبعا حكام اللاينز مان طبعا زي ما اكدنا قلنا يوسف البساطي وايضا كمان احمد حسام، لكن في سامي هلهل، كابتن سامي هلهل حكم سابع، لان في حاله يعني اي تعب طبعا للاينز مان تحديدا ممكن سامي هلهل يكون له دور، يمكن امر طبعا كان من لجنه الحكام، بنتمنى بس النهارده باذن الله ان شاء الله تطبيق الفار امر مهم جدا، كابتن احمد الغندور هو على حكم الفار، بنتمنى ان شاء الله تركيز الكبير من طاقم التحكيم والنادي الاهلي ياخد حقه فقط لا غير، ان شاء الله باذن الله كابتن ايمن ثقتنا كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي في جمهورنا اللي ان شاء الله النهارده يكون له دور كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي في حصد 3 نقاط يكونوا مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي في لقب بطوله الدوري العام. عوده ليك من جديد والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم أحمد.